صرح نجم المنتخب البرازيلي وريال مدريد سابقا روبرتو كارلوس أن نجاحات زين الدين زيدان كمدرب ليست مفاجأة، مضيفا أنه سيكون الرقم الأول عالميا في مجال التدريب. لم أتفاجأ بنجاحات زيدان أبدا، حين كان لاعبا كان في طليعة النجوم وهو كذلك في التدريب أيضا. اسم زين الدين زيدان يعني النجومية، لقد حقق إنجازات كبيرة في وقت قياسي، إنه أمر رائع، سيكون أفضل مدرب في العالم عما قريب.